دايما كنا بنسمع عن زعماء وطنيين او ملوك مصريين كان بيتم نفيهم خارج مصر، زي مثلا الزعيم احمد عرابي قائد الثوره العرابيه واللي اتنفى مرتين، مره لسريلانكا والمره الثانيه لمالطا، وغيره كتير من الزعماء. وملوك مصريين اختاروا انهم يتنفوا لايطاليا زي الخديوي اسماعيل والملك فاروق وغيرهم برضه. لكن عمرك سمعت قبل كده ان حكام اجانب وعرب اختاروا مصر منفى ليهم؟ تعالوا نعرف سوا مين هم الحكام دول. الملك محمد إدريس السنوسي أول حاكم لليبيا بعد الاستقلال عن إيطاليا وعن قوات الحلفاء من سنة 1951 لسنة 1969، وفضل ملك لليبيا حتى حدوث انقلاب 1 سبتمبر سنة 1969، واللي قام بيه مجموعة من الضباط العسكريين بقيادة العقيد معمر القذافي وأطاحوا بحكمه. كان الملك وقتها في تركيا للعلاج، وبعدها راح اليونان وقعد فترة هناك، وبعدين قرر انه يجي مصر هو ومراته الملكة فاطمة، وسكن في ضيافة الدولة المصرية اللي كانت موجودة في منطقة الدقي. وفي سنة 1971 اتحكم على الملك غيابيا بالإعدام من محكمة الشعب الليبية، وفي سنة 1983 انتهت حياة الملك محمد إدريس السنوسي في القاهرة، وتم نقل جثمانه بطيارة عسكرية علشان يتم دفنه بمقبرة البقيع في المدينة المنورة بناء على وصيته. ومش ده بس الحاكم العربي الوحيد اللي قرر يقضي آخر أيامه في مصر. واللي ما يعرفش، فالملك سعود بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الثاني والحاكم الخامس عشر من أسرة آل سعود، في سنة 1964 أصدر علماء الدين والقضاء فتوى بخلع الملك سعود وتنصيب الأمير فيصل، وبعدها سافر الملك سعود لأوروبا للعلاج، وبعدها اتنقل بطلب منه لإقامته في مصر. وفي سنة 1968 مش الملك سعود من مصر وسافر لليونان للعلاج، وبعدها بسنة هناك اتوفى الملك سعود بأزمة قلبية مفاجئة. ولما عرف الملك فيصل بالخبر بعت طيارة خاصة لنقل جثمان الملك ودفنه بالمملكة العربية السعودية. الشاه محمد رضا بهلوي اللي كان آخر شاه يحكم إيران قبل الثورة الإسلامية، واللي كانت سنة 1979، استمر حكمه من سنة 1941 لسنة 1979، وكان يلقب بشهنشاه يعني ملك الملوك. واللي ما تعرفوش بقى ان الملك محمد رضا كان متجوز الأميرة فوزية بنت الملك فؤاد واخت الملك فاروق، وكان مخلف منها الأميرة شاهناز بهلوي، وبعدها تم الطلاق بينهم ورجعت الأميرة فوزية القاهرة، وبسبب الطلاق ده وقعت أزمة كبيرة بين مصر وإيران. وفي السبعينات رجعت العلاقات ما بين مصر وإيران ووصلت لأعلى مستوياتها في كل المجالات تقريبا، نتيجة للتوجهات السياسية المتناسقة لشاه إيران والرئيس الراحل أنور السادات. وبعد انتصار الثورة الإسلامية بقيادة الخميني رفضت كل الدول لجوء شاه إيران السياسي ليها، وفضل يتنقل ما بين الدول لمدة 14 شهر، وسافر أمريكا لما ساءت حالته الصحية، ولما تحسن وبقى كويس طلبته أمريكا بالمغادرة. بعت الرئيس السادات دعوة لاستضافته في مصر للمرة الثانية بعد ما رفض الشاه الدعوة الأولى عشان ما يتقلش على مصر بعد التطورات اللي حصلت في مصر بعد اتفاقية كامب ديفيد. وفي سنة 1980 وصل محمد رضا مصر وتم منحه اللجوء السياسي بعد موافقة البرلمان، وقعد الشاه هو وأسرته في قصر القبة في القاهرة. وبعد شهور قليلة من وصوله للقاهرة دخل الشاه مستشفى القوات المسلحة بالمعادي بسبب وجود سرطان في الغدد الليمفاوية، لكن حالته كانت بتسوء أكتر. وفي سنة 1980 انتهت حياة الشاه محمد رضا، وأقام ليه السادات جنازة عسكرية واتدفن في مقابر مسجد الرفاعي. أما بقى بالنسبة للحكام الأجانب واللي اختاروا مصر برضو منفى ليهم، كان من ضمنهم فيكتور إيمانويل الثالث واللي كان آخر ملوك مملكة إيطاليا بعد استفتاء شعبي بنتيجة 54% لصالح تحويل إيطاليا لجمهورية. قبل الموضوع ده كان بيحكم الملك الإيطالي مساحات كبيرة من أفريقيا وأوروبا مش بس إيطاليا، لدرجة إنه كان بيقول إنه حاكم نص الأرض. المهم بعد خلعه راح الملك فيكتور إيمانويل الثالث هو وابنه وأسرته كلها للمنفى في مصر، وبعد سنتين من رحيله من إيطاليا صدر الدستور الإيطالي متضمنا حظر على جميع أفراد الأسرة الملكية من العودة للبلاد. واختار الملك إيمانويل مصر لأنه كان صديق الملك فؤاد وتربوا سوا وكانوا أصدقاء دراسة بالمدرسة العسكرية، وبتجمعهم علاقة شخصية قوية جدا، وده بسبب إقامة الملك فؤاد في إيطاليا بعد ما خرج مع والده الملك فاروق للمنفى هناك بعد عزله من الحكم.
وفي سنة 1947 انتهت حياة الملك فيكتور إيمانويل الثالث في مدينة الإسكندرية واتدفن فيها، وفي سنة 2017 تم إعادة جثمانه لإيطاليا.